صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم 35 لعام 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لعام 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، جاء فيه تستبدل عبارة ذوي الإعاقة بكلمة المعاقين في عنوان القانون رقم 74 لعام 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وأينما وردت في هذا القانون